بقيه المشروع بتقليدنا. بيبين ان هو مش فاهم، بس هو فاهم كل حاجه. وبيروح لاصل المشكله، وهي دي خطرت عليا. انا ما اقدرش اكلمك على الحاله النفسيه المريض عندي، ده لا قانوني ولا من اخلاق المهنه. حاله واحده بس اللي اقدر اكلمك فيها في الموضوع ده، استجواب رسمي من النيابه او من المحكمه. طبعا طبعا، بس صدقني انا عايز مصلحته، لانه هو معايا ما كانش طبيعي. يعني عارف نظرات عينيه، حركات وشه، وسكوته. للاسف برضه ما اقدرش اتكلم. طب انا كنت عايز اخد راي حضرتك في حاجه. ليا حد قريب والدتي، عشيق امه قتل ابوه قصاد عينيه وهو صغير. ففكرة حضرتك الشخصيه دي لما تكبر، العقده دي ممكن تدفعه للقتل، يقتل مراته مثلا، خصوصا ان هي خاينه زي امه. خلي قريب حضرتك يتفضل ياخد ميعاد وندرس حد. هخليك يا حضرتك. وساعتها برضه هتقولي مش هقول لك حفاظا على سرية المعلومات؟ اكيد. راجل بارد. اه شرفت يا مجد. وده جننه يا محمود. تمام. راجل بارد. بس على فكره انا كمان بحافظ على سرية المعلومات. الراجل بارد عايز يجننه عشان برضه يديله اجابه. السلام عليكم. هو العقيد امجد هنا بيعمل ايه؟ اسأل على العادة. وانت قلت له ايه؟ تفتكري عادل فعلا ممكن يكون قتل نادية؟ اطمني يا علا، ما قتلتهاش. امال هي راحت فين؟ راحت فين؟ ما اعرفش. دي انسانه شريره ومكروهه من ناس كتير، واولهم اخوها. يا عادل يا حبيبي، انا خايفه عليك. انت مش بس اخويا، لا انت ابويا كمان. وبعدين انت ياما شلت عني من وانا صغيره، خليني اشيل معاك دلوقتي. ومهما كان اللي حصل، احنا ستر وغطا على بعض. سيبك من انا، انت قررتي؟ الحقيقه دكتور شكري راجل محترم، حاسه كده ان في مشاعر حلوه بينا. طيب لو انت موافقه انا موافق، انا بثق في قلبك وفي عقلك. بس انا خايفه نبعد اول ما اتجوز. مش هيحصل. روش ما عنديش حد يعلم حسين يعيش انتوا دي. لا عشتان دلوقتي انت امه الحقيقيه اللي هتكبر وهتعلم من غير عقد. يا راجل والله ما قاضي ما يعرفش. يا رب معكش كوبايه؟ طيب الجثه اللي عايزينكم تتعرفوا عليها لقوها بعض الصيادين في شبكه قرب الساحل بتاعنا، فاحنا قلنا نجيبها عندنا هنا الاول علشان تتعرفوا عليها. أنا مش هقدر أتعرف عليها، مش هقدر. استنى يا شباب، ما انتوش معاكوا صورها؟ الحقيقة الجثة اللي بقالها كتير في المية بيبقى وضعها صعب شوية، صعب التعرف عليها. انتوا تعرفوها كويس فأكيد حكمكم هيكون أدق. اتفضل. أنا مش هقدر. اتفضل اخش معاك. مش هقدر. معلش اتفضل. هي نادية. هي نادية ايه واحنا لسه شفناها؟ ايوه شباب. لا مش هي الجثة، مشوهة يا استاذ عادل. انت ازاي متأكد انها مش هي؟ دي مراتي، انا اكتر واحد عارفها. ماشي اتفضل. نادية نادية هي نادية مسكوها.